أحمد، كان هناك اليوم استهداف أيضا لبعض من قوات الجيش أو وحدة عسكرية تابعة للجيش اللبناني في الجنوب. هذه طبعا ليست المرة الأولى، قبل ذلك قبل أسابيع كان هناك 3 شهداء من الجيش اللبناني. أبرز تفاصيل هذه المسألة ما يتعلق باستهدافات الجيش اللبناني من قبل قوات الاحتلال. نعم، ربما هذا ليس هو الاستهداف الأول لمركز أو حاجز للجيش اللبناني، ولكنه الأخطر لكون هذه المنطقة هي المنطقة الواصلة ما بين مدينة صور والنقورة. النقورة هي التي تضم مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المعقدة في لبنان اليونيفيل، والحاجز التابع للجيش اللبناني هو يقع في المنتصف ما بين مدينة صور التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي وما بين النقورة التي تضم مقر رئيسي لليونيفيل وتضم قوات أيضا كثيرة تابعة للاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي يشارك بما يقرب أو 16 دولة من الاتحاد الأوروبي تشارك بعدد كبير من القوات في ضمن القوة الأممية. هذا الحاجز تعرض إلى اعتداء مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 18 عسكريا آخرين، من بينهم إصابات حرجة ربما لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات، ولكن هذه الإصابات هي إصابات حرجة، وبالتالي ربما العدد مرشح للارتفاع خلال الفترة أو خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن هذا هو أكبر انتهاك أو أكبر اعتداء تتعرض له قوات الجيش اللبناني في الجنوب، وذلك تزامنا مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة توسيع العملية البرية والدخول إلى منطقة البياضة، علما بأن منطقة البياضة هي أيضا في قضاء صور. وفي حال قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالوصول والدخول إلى هذه البلدة، فربما هو يمهد الطريق للوصول إلى موقع الحاجز التابع للجيش اللبناني والذي استهدفه قبل قليل، يقوم بعزل بلدة النقورة عن بلدات قضاء صور وقطع الطريق الساحلي في هذه المنطقة. فربما هذا الاستهداف يأتي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا لتوزيع هذه العملية والمرور من البياضة نحو هذا الموقع في العامرية. لكن في البياضة حتى الآن هناك اشتباكات طارية ما بين عناصر المقاومة وبين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، حيث منع جيش الاحتلال من المرور وعبور هذه البلدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بسبب الاشتباكات الضارية وبسبب الاستهدافات أيضا بالصواريخ التي استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال ودبابات تابعة لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، وأيضا في منطقة شمع القريبة من البياضة وفي منطقة تل حرفة القريبة من البياضة، أيضا هذا في القطاع الغربي للجنوب اللبناني. في القطاع الشرقي أيضا هناك سلسلة من العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال في محاولة لتوسيع العملية البرية، ولكن حزب الله رد بعدد من العمليات، كما رد على عملية الاستهداف التي تمت في العاصمة اللبنانية بيروت. ربما لم يعلن الحزب أن هذه العملية جاءت في إطار الرد على عملية البسطة، ولكن نفذ حزب الله عمليتين، عملية وصلت إلى بعد 150 كيلومتر من الحدود اللبنانية الجنوبية فيما في منطقة جنوب تل أبيب، والعملية الأخرى أيضا في جنوب تل أبيب، واستهدفت قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على عمق وصل إلى 140 كيلومترا من الحدود الجنوبية اللبنانية. وربما هي إشارة غير مباشرة من حزب الله إلى أن استهداف العاصمة يقابله استهداف تل أبيب وجنوب تل أبيب أيضا. سنتحول بهاتين المعلومتين للزميلة دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، لكن لاحقا شكرا جزيلا على إتحال الزميل أحمد سنجاب من رئيس القارة الإخبارية، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا جزيلا لك.